التطورات الميدانية حملت جديدا، وذلك في القطاع الغربي من جنوب لبنان. منطقة شمع تعرضت لغارة إسرائيلية عنيفة، هذه الغارة استهدفت منزلا وأدت إلى سقوط 4 أشخاص من التابعية السورية، وأيضا إلى جرح 5 أشخاص لبنانيين. وهناك كمية من الأشلاء، لذلك توقعت وزارة الصحة العامة في لبنان في بيان صادر عنها أن يرتفع عدد الذين قضوا في هذه الغارة بعد التعرف على هوية الأشلاء وإجراء فحوصات الدي إن إي. هذه الغارة خرقت ما يمكن وصفه في خلال اليومين الماضيين هنا في هذه المناطق الجنوبية الحدودية بأنه كان هدوءا حذرا. اليوم كانت هناك غارة على كفر كلا، هذه البلدة الواقعة هنا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، إلا أن الغارة الإسرائيلية لم تؤدي إلى وقوع إصابات، في حين كانت هناك رشقات رشاشة في الصباح. هذه هي الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرضت لها البلدات الحدودية، في حين أن حزب الله انكفأ عن تنفيذ عمليات، وهو ما أكده اليوم أمين عام حزب الله حسن نصر الله في الكلمة التي ألقاها خلال تشييع القائد الجهادي أبو محسن، وقال إن جبهة الإسناد ستعود صباح غد إلى إشغال القوات الإسرائيلية اعتبارا من يوم غد. طبعا نحن هنا سنواكب هذه الجبهة ونوافيكم بتطوراتها، إلا أنه ما يمكن قوله إن التحسب والترقب وحبس الأنفاس الذي كان سائدا في هذه المناطق الحدودية وفي كل لبنان ترقبا لما سيقوله الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، هذا الأمر هدأ نوعا ما، تراجعت نسبة القلق والترقب والحذر، لأن أمين عام حزب الله تحدث عن مرحلة جديدة. طبعا هناك معركة كبرى كما قال، هذه المعركة تضم لبنان، تضم اليمن، العراق، إيران، كل هذه الدول المنخرطة في المحور تحت الجناح الإيراني. ولكن يبدو أن الرد على جريمة الضاحية الجنوبية لبيروت ومقتل مدنيين واغتيال القائد أبو محسن، هذا الأمر لن يكون ردا تقليديا، بحيث أنه لن يؤدي إلى هذه الحرب الواسعة على غرار العام 2006 والتي لم ينساها اللبنانيون حتى الآن، أو على غرار ما يمكن ما نشاهده في غزة. أمين عام حزب الله تحدث عن رد مدروس، وأوساط مراقبة تقول بأن هذا الرد لن يكون انفعاليا، ولذلك لا يمكن تحديد شكله، قد يكون بشكل جديد، بآليات جديدة، بأهداف جديدة مختلفة غير متوقعة، وأيضا وقته غير متوقع. هنا في هذه الجبهة يبقى الإسناد هو السائد، هو المسيطر، أما الرد على مقتل واغتيال القائد أبو محسن واستهداف الضاحية واستهداف مدنيين، هذا الأمر له حساب آخر قد تدخل فيه حسابات حزب الله بعدم إغراق لبنان بأتون من الحرب المدمرة. وهو أكد بأن هذا الرد لن يكون شكليا، سيكون ردا حقيقيا، أي سيكون موجعا لإسرائيل، إنما ما هو شكله وأين هو توقيته هذا الأمر متروك للميدان.